كل من أراد شيء عليه أن يلزم المحراب، كل من يريد شيئا إلزم السجود. يعني أنا حينما أقف فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، هذا زكريا كان الله عز وجل حرمه الذرية فجاءته البشارة أين؟ وهو في المحراب. ربيعة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقال يا رسول الله مرافقتك في الجنة، انظر الذكاء، ضمن الجنة لكن أريد مرافقتك، ذكاء. لو أنت سألك محمد صلى الله عليه وسلم سل تقول الجنة، لكن هو كان ذكي قال مرافقتك في الجنة، ضمنت الجنة لكن أريد المرافقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، قال هو هذا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. أقول من أراد الجنة ومرافقة محمد عليه الصلاة والسلام عليه بكثرة السجود، فما ظنك من أراد أمرا من متاع الدنيا، فما ظنك من أراد أمرا من متاع ماذا؟ الدنيا. لهذا أردت زوجة، أردت أي شيء، أسجد لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب أن يتملق العبد ويكثر من الأعذار.